قبل ما يبلش الفيديو في عندي تنبيه كتير مهم ولازم تسمعوه للآخر، وبخص بالذكر صناع المحتوى اللي بيحضروني والأشخاص اللي بيطبقوا فيديوهاتي وبنشروا تطبيقاتهم على السوشيال ميديا. في ناس هون جديدة على العالم الفني وما بتعرف إنه كل الأعمال الفكرية ومن ضمنها الأعمال الفنية الموجودة على الإنترنت إلها حقوق تسمى حقوق النشر، يعني ما بحق لشخص إنه يأخذ تصميم أو رسمة شخص تاني ويحكي إنه هاي الرسمة من تصميمه، وهاي أصلاً تعتبر سرقة وهي حرام شرعاً، لأنك بهاي الطريقة عم تأخذ تعب وجهد أو أفكار شخص تاني وبتدعي إنك صاحبها عشان تكسب جمهور أو فلوس على حساب غيرك. ومجرد ما صاحب التصميم يبلغ عنك راح يتم حذف المحتوى اللي سرقته وراح تتسجل عليك مخالفة، ولو تكررت هاي المخالفة راح يتم تسكير حسابك كله. في قوانين عدة لتجنب هاي المخالفات وبتختلف من صانع محتوى لآخر. بالنسبة إلي أنا بنشر محتواي معكم مجانا، وبهاي الحالة أقل إشي بتقدروا تعملوه لرد هذا الجميل هو إنكم تعملوا تاج أو منشن في حال نشرتوا هذا المحتوى على الفيسبوك أو الإنستغرام، أو بتقدروا ترسلوا لي إياه على رسائل الخاص حتى أنا أشوفه وأنشره باسمكم. أما بالنسبة لصناع المحتوى فرح أترك لكم الشروط في صندوق الوصف. هلأ خلينا ننتقل للتخطيط لسنة 2021، وأول شهر هو شهر يناير. حبيت أعمل ثيم هذا الشهر مينيمال، فقررت أني أعمل ثيم كاسات الشاي الفينتج. إحنا العرب بنسميها كاسات الشاي اللي ممنوع تشرب فيها إلا إذا عندكم ضيوف. رسمت 3 وردات في نص الصفحة، واخترت الورد الجوري إنه يكون الرسمة على هاي الكاسات. اخترت اللونين الزهري والخمري للورد، ورسمت تفاصيل الورد الزهرية باللون الخمري والوردة الخمرية باللون الأحمر، يعني اخترت لون أغمق بدرجة لرسم التفاصيل. تقدروا ترسموا تفاصيل الورد باللون الأسود أو أي لون تاني، بس تأكدوا إنه القلم اللي تستعملوه لرسم التفاصيل يكون راسه صغير. آخر إشي رسمت كم من ورقة حوالين الوردات باللون الأخضر. بعد هيك بلشت أرسم الفنجان. استعملت قلم بيجما مايكرون 0.5 لرسم الفنجان، وحبيت أعمل حركة بسيطة بإيد الفنجان مثل ما عادة منشوف بهاي الكاسات القديمة. تحت الفنجان رسمت الصحن، وعملت مثل دخان طالع من الكاسة. هاي الخطوة بتقدروا تستغنوا عنها، بس حبيت ألون أجزاء من الكاسة باللون الذهبي، واللون الذهبي كمان شائع كتير بهاي الأكواب القديمة. طبعا بتقدروا تبدعوا وتغيروا بشكل الكوب حسب ذوقكم. بعد هيك حبيت أعمل للصفحة برواز باللون الذهبي. استوحيت هاي الفكرة من المرايا القديمة اللي بيكون إلها إطار ذهبي وعليه نقوش. كنت حابة أعمل البرواز بالقلم الذهبي الرفيع، بس خلص معي فاضطريت أكمل بالقلم الخميل. طبعا لو ما عندكم قلم ذهبي تقدروا تبدلوه بلون أصفر أو حتى بني، بيكون هيك قريب على البرونزي، وحتى اللون الأسود رح يطلع كتير حلو معه. ببساطة عملت على كل زاوية مثل قوسين وخلتهم يتقاطعوا عند الزاوية 90، بعدين لونتهم من جوا وهيك صار شكلهم. تقدروا توقفوا بالتصميم لهون، بس أنا حبيت أوصل بيناتهم بخطوط حتى يصير البرواز كامل. تحت الفنجان رح أكتب اسم الشهر جانيوري بشكل مختصر، لأني خايفة القلم الذهبي يخلص معي في نص الفيديو. اخترت أكتب بهذا الخط القديم اللي شوي مش مفهوم، واستوحيت فكرة هذا الخط من فيديو بوليت جيرنال ديسمبر لأماندا ريتشلي، رح أترك لكم الفيديو تاعها في صندوق الوصف. الفكرة إنه هو خط شوي معفشك ومش مفهوم، بس هو الخط اللي كان رائج بالزمنات، مثل الخط اللي منشوفه بمسلسل توم وجيري. هلأ رح ننتقل لصفحة الرزنامة الشهرية. أول شي رح أرسم وردتين حوالين العنوان، واحدة زهرية وواحدة حمراء. بعدين كتبت العنوان في الوسط، وهاي المرة كتبته باللون الأسود، وشوفوا كيف طلع حلو بالأسود كمان. بعديها رسمت الكالندر بالمسطرة. فضلت أني أستعمل المسطرة على أني أسطر بإيدي، لأنه هذا الثيم بالبقله الخطوط المستقيمة أكتر. هاي المرة قدرت أني أحط 5 أيام في صفحة واحدة، والسبب أنه دفتري هذا
بيجي ورقة أعرض من الدفتر اللي قبل لأنه قياسه A5. بعد هيك رسمت الدوائر اللي رح أكتب عليهم تاريخ كل يوم، وكتبت التواريخ باللون الأسود. فوق الكالندر كتبت الأيام بنفس الخط المعفشك اللي استعملته قبل شوي. هذا الخط كتير سهل، بس حاول إنك تكتبه بسرعة بحيث إنه يطلع فيه شوية imperfections أو عيوب صغيرة. هاي المرة زاد فراغ كبير على اليمين، رح أعمل خانة للجولز وخانة لليوتيوب. بالنسبة لخانة الجولز رح أرسم الثلاث وردات اللي تعودنا نرسمهم. هاي المرة صورت من زاوية تانية حتى أفرجيكم كيف تقدروا ترسموا تفاصيل الوردة. أنا بحب ألون قبل، بعدين برسم نقطة اللي هي مركز الوردة، ومن هاي النقطة بنبدأ نرسم بتلات صغار. البتلة حوالين النقطة بتكون كتير صغيرة، وكل ما بعدنا بتكبر البتلة شوي شوي. البتلة تقريبا شكلها غير منتظم، يعني بتقدروا تعملوا خطوط متمايلة، بس المهم انه البتلات اللي جنب بعض اللي هم على نفس المستوى يكون طولهم وحجمهم تقريبا متساوي. كمان بتقدروا تغيروا مكان مركز النقطة، مثلا تخلوه فوق او تحت بحيث انه الوردة تبين انها واقفة لفوق او نازلة لتحت. وطبعا دايما ابدأوا بالرسم بالرصاص قبل ما تبدوا تحبير. تحت الوردات راح تكون أهداف الشهر، راح أعمل قائمة الأهداف جوا برواز بسيط. هاي المرة راح أعمل البرواز بس من الزوايا وما راح أوصل بيناتهم. وتحت راح تكون قائمة فيديوهات الشهر. تقدروا تستبدلوا هاي القائمة بقائمة امتنان أو مثلاً إيفنتس إذا عندكم مثلاً امتحانات وحابين تحطوا مواعيدها. خلال شهر واحد بفكر إني أخذ إجازة من اليوتيوب، ما راح تكون مدتها طول الشهر بس راح تكون أسبوع أو أسبوعين. بالزاوية اللي على الشمال رح أرسم مجموعة فناجين مصفطين فوق بعض. وحبيت أعملهم مش مرتبين 100%، وكمان غيرت بتفاصيل صغيرة مثل شكل الإيدين وحفة الفنجان من فوق حتى يكون كل فنجان مميز عن الآخر. وبعد هيك رسمت نقشات مختلفة من الورد على كل فنجان. بعد هيك راح أسوي صفحة المود تراكر. هاي أول مرة بقرر أعمل هاي الصفحة، بس حسيت إنها حتكون فكرة ممتعة لهذا الشهر.
رح أرسم أبريق شاي وكاسات والإكسسوارات التانية اللي بتخص الشاي مثل السكرية ومعالق السكر. كل واحد منهم رح يمثل يوم بالشهر، ورح أرسم فيهم وردة بألوان مختلفة بناء على مزاجي بهذا اليوم. دورت على أشكال كاسات وأبريق شاي مميزة حتى يكون في تشكيلة كبيرة منهم. كمان تقدروا أنتوا تدوروا على هاي الأشياء على بنترست. لونت شوية أجزاء باللون الذهبي وحاولت أترك مساحة تكفي إني أرسم فيها الورد. كان المفروض إني أرقمهم من 1 لـ 31 حسب عدد أيام الشهر، بس نسيت، فلا تنسوا ترقموهم لما ترسموهم. تحتيهم رسمت كيف رح أعبيهم حسب الكي، مثلا اللون الأحمر إذا مزاجي منيح واللون الزهري إذا معتدل، ورح أرسم ورقتين بس لو كنت مش مبسوطة بهداك اليوم. بعد هيك رح ننتقل لصفحة الهابتس. رسمت رزنامة لكل عادة بدي أتبعها. بشهر يناير عندي 5 عادات، فرسمت 5 رزنامات. تقدروا تزيدوا أو تنقصوا بعدد الرزنامات حسب عدد العادات اللي عندكم. من العادات اللي بدي أتبعها بشهر 1 هي كتابة التودو ليست حسب الساعة، وأخذ قسط من الراحة، ولعب الرياضة والرسم. طبعا العادات بتختلف من شخص لآخر حسب أهدافه وحياته، وأكيد العادات تاعتي ما رح تناسب شخص تاني، فغيروها بناء على أهدافكم. بالفراغ اللي زاد تحت رح أرسم كاستين فوق بعض، وهاي المرة رح أرسم الورد محطوط بالكاسة. تأكدوا إنكم ترسموا الورد قبل ما ترسموا الكاسة حتى ما تيجي حدود الكاسة فوق الورد. بالمناسبة كل الأدوات اللي استعملتها رح تكون مكتوبة في صندوق الوصف. أنا استعملت أكثر من مجموعة ألوان هون، وبتقدروا تلاقوا كل هاي الدرجات بمجموعة ألوان واحدة هي ريانسي ديوال برشبن، فيها الخمري والزهري الفاتح والأخضر والأحمر. فبتقدروا تجيبوا هاي العلبة وتعملوا فيها التخطيط نفسه، أو تستعملوا الألوان اللي عندكم من قبل. أنا ضد إنه أي حدا يشتري أدوات الجيرنال كلها مرة واحدة،
حتى أنا اشتريت هاي الأغراض لمدة 3 سنوات. وأول ما بلشت جيرنال كان عندي بس ألم أسود وكان يأدي الغرض. هلأ عم نخطط لأول أسبوع من الشهر وهو كمان أول أسبوع من السنة. السنة هاي بتبلش يوم الجمعة، رح أسوي تقسيمة الصفحات بالطول وأخلي 4 خانات بكل صفحة، كل خانة بتمثل يوم من الأسبوع. وأول خانة رح تكون للتودو ليست الأسبوعي، عملت براويز مثل اللي عملناهم في صفحة الجولز. طبعا رح نكمل تخطيط باقي الأسابيع في الفيديو الجاي. براس الخانة كتبت الأيام وعملت دائرة جنب كل خانة رح أكتب عليها التاريخ. وبس هيك خلصنا تخطيط أول شهر في 2021. حبيت الثيم لهذا الشهر، كان كتير سهل ومينيمال وأنيق. مثل دايما لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لو بتحبوا تشوفوا فيديوهات أكتر عن البوليت جيرنال. وشكرا كتير على دعمكم الكبير وكلماتكم اللطيفة جدا. ولو طبقتوا هذا الثيم لا تنسوا تبعتوا لي إياه على الفيسبوك أو الإنستغرام. والأسبوع الجاي إن شاء الله راح نكمل التخطيط الأسبوعي لباقي أيام الشهر. هلأ راح أشارك معكم بعض التطبيقات اللي وصلتني من الفيديو القادم. شكرا لمشاركتكم إبداعكم معي وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.